طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم غليان شعبي في محافظة البصرة، اليوم الرابع على التوالي، والحكومة في بغداد تعزز من قوات الأمن والعشائر تهدد. محافظة البصرة معروف بأنها تشهد اليوم الرابع على التوالي توترا أمنيا ملحوظا على خلفية مقتل وإصابة متظاهرين على يد عناصر أمن القوات الحكومية منذ اليوم الأحد الماضي، كما أشرنا خلال احتجاجات شهدتها محافظة البصرة إثر انقطاع الكهرباء والماء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة المطلة على الخليج العربي، في الوقت الذي يستعد تحالف قبلي من عشائر البصرة للتظاهر مرة أخرى في مناطق عدة من المحافظة خلال الساعات المقبلة، بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية المتجهة نحو موانئ تصدر النفط على مياه الخليج. أكد ضابط في شرطة البصرة بأن القوات الحكومية كثفت من انتشارها في عدد من مدن وأحياء المحافظة على خلفية التظاهرات المتكررة التي لم تنقطع منذ يوم الأحد الماضي، والتهديدات التي أطلقتها بعض العشائر تجاه قوات الجيش والشرطة المتهمة بقتل وإصابة محتجين. مصدر تحدث مع صحيفة العربي الجديد بأن قوات الجيش والشرطة والتشكيلات الأمنية الأخرى استنفرت عناصرها للحيلولة دون حدوث خروقات أمنية مفاجئة، وتحدث هذا المصدر إلى الصحيفة بأن الشرطة شرطة البصرة تلقت إنذارا من بعض العشائر تطالبها بتسليم عناصر أمن متهمين بالاعتداء على متظاهرين، وأن هذه العشائر لوحت باللجوء إلى خيار الشارع في حال عدم الاستجابة لمطالبها. إلى ذلك دعا شيخ عشيرة بني منصور محمد أبو الهيل السلطات المحلية والقوات الحكومية في البصرة إلى تسليم المتورطين بقتل أحد أبناء العشيرة خلال تظاهرة الأحد، وآمر القوة الأمنية التي أوعزت بإطلاق النار على المتظاهرين، وتحدث أنه بخلاف ذلك فسيتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية. بيّن في حديث بأن التظاهرة التي تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات الحكومية كانت سلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة، وفي السياق قال أحد وجهاء عشيرة قتيل تظاهرة البصرة ويدعى عبد الحسين المنصوري بأن مشاعر الغضب داخل عشيرته وصلت إلى مراحل خطيرة، وحذر من احتمال انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة إذا لم يتم تلافي الموقف، وأشار إلى أن التظاهرات ستتواصل والمواقف ستتصاعد لحين استجابة سلطات البصرة لمطالب عشيرة بني منصور والمتمثلة بتسليم المتورطين بإطلاق النار على المتظاهرين للاقتصاص منهم عشائريا. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا أول اتصال، أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة. الله محييك. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى
تظاهرات، التظاهرات هذه المفروض تتم من زمان مو هسه، لان البلد راح يعني تدمر تدمر من شماله الى جنوبه، واهل البصره ميتين من العطش والجوع والكهرباء، وكذلك المحافظات الوسطى وبغداد. بغداد نفس الشيء، هم كهرباء ماكو، هم مي ماكو، هم قذارات وهم مطر. وذولا انا بس اسال سؤال، هم خلصت دورتهم بعد على شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ هسه المطلوب حتى اهل بغداد والمحافظات يأيدون الانتفاضات اللي موجوده بالبصره، وحتى نقضي على هالزمره الخائنه اللي راح تجي، اذا راح يجون هذول هسه مره ثانيه من مالكي الى العبادي الى هادي العامري الى 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 اخر هالجبناء الموجودين، ما يرضون هذول، ما يحلون عن العراق هذول المستفيدين، فلازم احنا نقلعهم بطريقه واخرى. فانتفضوا ايها اهل بغداد، انتفضوا المحافظات وساعدوا اخوانكم اللي بالبصره، وحتى نقضي على الجبناء الموجودين هنا ونخلص من هالزمره الموجوده اللي صار لها 15 سنه تاخذ تبوق بالشعب وعساها دم وسم ان شاء الله باولادهم، ان شاء الله دق نموت باولادهم، ان شاء الله مرض مثل ما اهل موصل تمرضوا، اهل الجنوب تمرضوا، ان شاء الله هم يتمرضون، كل اللي اذى هذا العراق العظيم. واشكرك انا. ام ازهار من بغداد كانت معنا اتصال ابو رحيم من ذي قار، تفضل ابو رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، يعني سؤال ولدك يجاوبني بصراحه، طبعا هذا القتل ونقص الخدمات وهذا كذا، هذا كله موجود في ايام المالكي وبدايه السقوط وحد اليوم، يعني ما في شيء جديد، لكن في ايام المالكي كان استهداف للمالكي، يعني الجيش يسمى جيش المالكي والجيش الصفوي، اذا كان قتل واذا خدمات ماكو وين المالكي، واذا حيب سيد دخيل قصه ناس يابا وين المالكي. هسه ماكو، ما سمعت من قناتكم ومسال قناتكم تقولون جيش حيدر العبادي اللي هو قتل المتظاهرين او قتل بعض الناس. لا، هو العبادي يتحمل مسؤوليه، هو راس السلطه يعني. هو راس السلطه حيدر العبادي يتحمل رئيس الحكومه حيدر العبادي المسؤوليه الكامله عن اي صغيره واي كبيره تحدث في العراق. يعني سمونا جيش حيدر العبادي جيش صفوي هسه؟ نحن ما سمينا الجيش الصفوي، الناس تسميه بالشارع، احنا ما نسميه. هسه موجود هذا الشيء لو بس بايام المالكي، لو كان مستهدف المالكي من قنواتكم غير القنوات الباقية. يعني هو مستهدف المالكي انت تقصد لشخصه لو لفعله؟ نعم كان يعني لشخصه، حتى امريكا لو كان اذا يبقى المالكي ما انطس له للعراق، يعني مو حبا بالشعب العراقي امريكا. لو كانت امريكا معادله للمالكي ما رجعته بال 2010 وخلته رئيس وزراء. هسه لظروف بس العداء واضح، لان هو ما شنو خدمهم. شنو الظروف؟ الطائرات مال ايران لما شنو الظروف؟ سوريا ما خدمهم. شنو الظروف اللي تخلي الامريكان يرجعون المالكي؟ لا مو يرجعون، اللي لما حقدوا عليه من اشترى سلاح من روسيا وما، لان هم ما انطوا سلاح فهم عاقبوه عقوبه. ماشي، المهم احنا ما لنا شغل بس قنوات. تمام هسه احنا ماشي. ابو رحيم انت ليش تحرفني على الموضوع؟ لا كهرباء ولا مياه مالحة. أي وبطالة. خلينا معاناة الشعب. المالكي الآن مو رئيس وزراء. صدام اليوم هاي معاناة مو جديدة، من أيام صدام كنا ناكل انخال وناكل ماي مالح، موجود كل شيء موجود. نعم، بس مو بهذا من الفدائيين صدام، مو بهذا الشكل يا أبو رحيم، مو بهذا الشكل. زين صدام حسين صار له 15 سنة. أبو رحيم، ولا سيارات ولا تليفونات ولا مكيفات. أبو رحيم العراق كان ذاك الوقت عنده مبردات، عنده تكييف، هذا أمه داعيت له. أبو رحيم اليوم ماشي بس طول لي بالك. 15 سنة اليوم صدام راح وأنت تقول نظام سيء وإلى آخره. اليوم 15 سنة الجماعة سووا لنا فاقدين السلطة، هم اللي يشوهون سمعة هذا النظام السياسي، هم اللي سووا لنا 15 سنة. يعني تصدي الكهرباء ما تصلح 15 سنة؟ يعني لو كل سنة محطة هم فضت وخلصت. تفضل. البيئة اللي بالعراق يعني يملك مواد منزلية بقد أيام صدام عشرات أضعاف. نعم.
اهلين ابو رحيم. نعم ابو رحيم. اكمل ابو رحيم. ابو رحيم انقطع الاتصال مع ابو رحيم من ذي قار. طبعا احد شيوخ عشيره المنصوريه كما اشرنا بانه بين بان الجميع يعلم بان البصره محافظه ذات طابع عشائري، وان اي استفزاز لقبائلها سيؤدي الى تعطيل الحياه وشل عمل المؤسسات فيها. معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ ابو حيدر من ديالى، تفضل ابو حيدر. ابو حيدر تسمعني؟ اكو مشكله بالصوت مع ابو حيدر من ديالى. طبعا قائد عمليات البصره الفريق الركن جميل الشمري اتهم قبل يومين مجموعه من المسلحين الذين يحملون اسلحه متوسطه وخفيفه بقطع الطريق المؤديه الى مواقع الشركات النفطية في منطقة الباهلة شمالي البصرة، وبين بأن المسلحين منعوا الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في هذه الشركات، وتحدث عن فشل قوة أمنية وصلت إلى المنطقة في فتح الطريق. يشار إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني كان قد دعا إلى ضرورة الإسراع في تسليم المتورط بقتل متظاهر، وفي حال تعذرت معرفته يجب تحديد المشتبه فيهم للتحقيق معهم. كما وصلت إلى المحافظة محافظة البصرة لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية. ولم يقتصر التوتر في محافظة البصرة على النزاع بين عشيرة المقتول والقوات الأمنية، بل امتد ليشمل عشائر أخرى. شيخ قبيلة بني مالك الشيخ ضرغام صباح المالكي قال بأن العراق لم يعد دولة بالمعنى الحقيقي. الشيخ ضرغام صباح المالكي شيخ عشيرة بني مالك قال بأن العراق لم يعد دولة بالمعنى الحقيقي، بل تحول إلى مجموعة من المافيات والأحزاب التي تتحكم بثرواته وتبيع سيادته بأبخس الأثمان. لذا لابد لنا من تنظيم أمورنا من أجل الحفاظ على وجودنا، وإلا صرنا نخاف من المافيات والعصابات المحلية والدولية. وانتقد في بيان قيام القوات الحكومية بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين خرجوا للمطالبة بالخدمات. معنا اتصال أبو حيدر من ديالى، عاود الاتصال معنا. تفضل أبو حيدر. عمي أبو عمر. تفضل أبو حيدر. ألو أبو حيدر تفضل. أستاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك. أستاذ عمر، المظاهرات البصرة أني عن طريق قناتكم أوجه رسالة لأهل البصرة. نعم. أقول والله يا أهل البصرة أنتم اللي بجلوا اضطرتوا بالإنجليز، وكان شعاركم الصوب احتلوا مغواري. استمروا بهذه التظاهرات وبدت المظاهرات في البصرة. والله العظيم كل مسلم بالعراق لازم أن يشارك بهذه المظاهرات ويتحرك لإسقاط هاي كل الظالمة الشلة العميلة اللي ما عدا فرغ من الوطنية للبلد ولا عدا حنية للبلد. والله العظيم وعلى الظالم بريم عندهم، وعلى الظالم ما يحب الظالم من. نعم نعم أبو حيدر انقطع. نعم ما زلت انت معانا ابو حيدر. السلام عليكم. انتظر الخط انقطع. انا ابو حيدر من الجاله. اي معاك ابو حيدر تفضل. باقي نعم ابو حيدر تسمعني؟ اني اشكرك ابو حيدر من دياله. اكو مشكله بالاتصال. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس يخليك الله يعطيني مجال. يخليك الله. تفضل. لا تقاطعني بهذا. استاذ عمر، طبعا هو الكهرباء صحيح ما موجوده والمي ما موجود، كل شيء ما موجود، لا الصحه لا التعليم لا الزراعه، لي وياك اني. لكن هل هذه المظاهرات راح يستغلوها بعض الاحزاب الشيعيه المواليه لايران؟ انا اقول لك نعم مليون بالمية راح يستغلوها هي وميليشيات. ليش يستغلوها؟ لان يقول لك احنا مصقره مليون بالمية احنا بعد ما نشارك باي حكومه جايه. الاحزاب الشيعيه المواليه لايران، حزب الدعوه، الفضيله، هذا هادي قيس،
هذول كلهم راح يشاركون بهاي الحكومة الجاية. لو تطلع مو نخلة، والله نخل البصرة كل اللي كان موجود سابقا واللي موجود حاليا يطلع براسهم وراس الخلفهم ما يشتركون. فلهذا راح يتيسوا المظاهرات وراح يصير يشوون مذابح على حساب أهل البصرة. صحيح ماكو مي، ماكو كهرباء، صحيح ماكو خدمات، هاي هي أيضا نتائج نوري ونتائج حيدوري. هاي اللعبة اللي لعبوها التمثيلية ماكو المسرحية داعش جابوها ووحدوا بها على العالم. اليوم داعش يحتل 75 قرية، يا 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 ما عندكم لا غيرة ولا شرف. وين هذا الجيش العرام رام؟ وين هاي الميليشيات العرام رام؟ الميليشيات هي تودي الاسلحه لهم، هي تودي الاكل لهم بالصحراء. شكو بالصحراء؟ اكو غير التراب والرمل، اكو غير هالشغلات هاي. الله يخليك يا استاذ عمر، ثاني عليك ان تعرف هذا المتصل القتلي زين مو ابو حيدر الله اللي كان قبله زين، هذا اللي اتصل تجاوز. هذول انا ما الومهم، تدري ليش؟ لان ذول يستمعون القنوات يا سبحان الله اعلاميه سواء كانت عراقية أو كانت عربية. هذول سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، يأثرون على عقليتهم، يأثرون على دماغهم. كل هالدمار هذا هو أنه مقتنع أنه هذا الكذاب اللي يطلع. والله هاي الإعلام لو اجتمع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإعلام هو نفسه الرويبضة، والله لما اجتمع به إلا المنافقون. وما صرفت عليه أموال إلا أموال بني قريظة، خلي يسمعوها، وبني النظير كلهم قتلة وكلهم سفلة، كلهم مشتركين بالقتل. الإعلام الإعلام مشترك، كلهم مشتركين، الجيش مشترك، الشرطة مشترك، هذه الدولة التعبانة اللي ما تسوى لها فلس أحمر ماكو، كلها مشتركة بتدمير هذا البلد. وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو عمر بن السليمانية. معنا اتصال أبو كرار من بغداد. تفضل أبو كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك استاذ عمر. يوم هسه احنا كل واحد قاعد يتصل قاعد يرجع لنا الاحزاب والاحزاب الشيعيه والاحزاب، احنا اليوم 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 هي ثوره، يوم ثوره واحنا نريد نخلص. اليوم الله الله شاهد بيناتنا بيناتنا الله. انا رجال شيعي وانا اول ما ايدت هاي الحكومه وهسه متندم بيدش على راسي. احنا اليوم نريد نخلص، اليوم خلينا نقوم كليتنا على هاي الدوله كلها على هاي الحكومه الظالمه، ونجيب لنا واحد يحكمنا. احنا معقوله يبقى يحكمنا رئيس امريكي ويحكمنا رئيس بريطاني رئيس وزراء ويحكمنا رئيس برلمان قطري؟ يعني هذا العراق كله ما بي رجال شريف يحكمنا؟ لا كهرباء لا مي لا ايران لا امان وايران كل شيء ماكو. يعني كل شيء ابسط شغلات اللي يريدها الانسان يعيش بيها ماكو. يعني ما يحتاج لها مظاهرات، لا المي ولا الكهرباء، المفروض هم مصرينها بدون كل شيء. وايران ابو كرار شنو رايك بيها؟ ايران ايران طبعا، ايران والسعوديه وتركيا ذولا كلهم مستفادين وما يريدون الامان بهذا البلد. احنا ما نريد ايد وحده ونترك ونترك هاي السواليف ونصير ايد وحده سقط هاي الحكومه ونخلص من ايران. طبعا ما تريد الامان يصير هنا ولا تركيا ولا السعوديه ولا الكويت. زين احنا المظاهرات ابو كرار تقريبا كل سنه تطلع مظاهرات بهذا الوقت، لان يعني معضله الكهرباء عبالك يعني علم الفضاء الجماعة مدري يقول حل، ويطلع السيد الفلاني طبعاً والكذا طبعاً المرجع الفلاني يقول لا ارجعوا يبوقونها كل الفلوس ايه؟ قاعد تنباق تروح وترج... يرجعون الناس وكل من يبوق الحزبة. نعم يبوق ايه؟ الحزبة لعدد كل من الحزبة ياخذ ويحط عمار الحزبة جايب الوزراء نعم. مالته اللي جاي في الحزبة ذاك الحزبة وكل من يبوق ويطي ما يقدر يسوي كل شيء. هذا نجيب رئيس يحكم العراق واحد وجوه وزراء، يعني خلوا العالم ترجع تترحم الصدام، ثق بالحسين وداعت وليداتي. الناس رجعت هسه من جديد كانت تتخبل من صدام، رجعت يا بهن يا لو يرجع صدام يا بشين السالفه، ليش هيك رجعت البلد؟ ليش رجعت الناس هيك؟ نعم. كم ساعة تجيكم الكهرباء أبو كرار بغداد؟ نريدكم توحدوننا أنتم كقنات، وحدون هاي العالم، وحدون العراقيين. نعم. نبتعد من هذا الخطاب لا أبدا، بس تدري أنت المتصل شعارات نعم. الأعلام البعث وأعلام الهاية حتى نرجع، حتى لا يقولون هذا. من يرفع أعلام البعث أبو كرار؟ اسمح لي أبو كرار، أبو كرار من يرفع أعلام البعث؟ نعم. بعث راح صار له 15 سنة، راح ويا أهله، هم يسوون هاي الشغله حتى يقول لك ها رجعوا البعثيين من هاي الشغله. يعني المفروض منتبه لهاي الشغله، ما يروحون اعلام داعش او يروحون اعلام. هسه انا ليش هذا البعبع؟ ماشي ماشي بس اسمح لي،
هذا البعبع يعني اللي يخافون به الناس، صدام راح والحكومة راح، صار له 15 سنة، ذولا من يطلع يجي المتصل يقول لك ذولا الأحزاب اللي يدعون إنهم أحزاب شيعية، هذا مو واقع وحقيقة؟ ده يدعون باسم الشيعة. الواقع هي مصيبة يعني. مثل ما تدعي الأحزاب حكومة شيعية، مثل ما تدعي الأحزاب السنية يقول لك والله إحنا عليه السلام إحنا جايين أحزاب يدعون بأنهم لنا وما هم منا بشيء، هم مو من عندنا، يلبسون لباسنا ويدعون بأنهم لنا وهم بعيدين من عندنا. نعم. ما قلت لي كم ساعة تجيكم الكهرباء هسه ببغداد؟ عصب كم ساعة تجيكم الوطنية ببغداد؟ وينك وطني استاذ؟ الله وكيلك يعني تجي اذا جت لها نص ساعة، نص ساعة وتصعد 250 تنزل 160 170. نعم. حتى ما لحق نطفي اجهزتنا نخاف عليها تحترق. الله يعين، الله يعين ويفرج عنكم. انا اشكرك ابو كرام من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. محمد من هولندا، تفضل محمد من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك خير مال المشاهدين. علي صوتك، صوتك كلش واضح. تحية لك خير مال ومشاهدي الكرام. حياك الله يا هلا بيك. عديجي عمر هذا ما هم تير، لا هم سنة لا هم شيعة لا هم دينيين لا هم ماسونيين، ما لهم تير يعني، أي دينات هم دول يعني ما يشلون. إحنا حاليا يعني البلد زي حالي هم يتقاتلوا على المناصب. يعني ما يشرب ماكو يتقاتلوا على المناصب. يعني الشعب دا يعاني لا كهرباء لا ماء، يعني عيب واحد يحكي بهاي السؤال. نعم. يعني هاي اجراءات يقوم بها بدون ما تشوف مظاهرات او كشي يعني مرات حاليا يشوفون مركبه فضائيه تروح للمريخ يكتشفون اذا اكو حياه، واحنا ما يشرب ما عندنا. نعم. يعني المفروض الشعب كله يطلع حتى لو يكون ضحايا، لان دولة ما دام ايران وراهم ما راح يروحون، لازم تشوف مظاهرات وثوره. يعني ما شفت كل واحد راجع عنده غيره يطلع حتى من حس الشعبي، يعني هذول ولاهم الايران وهاي الانتخابات لها كلها كلاوات، بس هذيك لحد الان ما حد فتحها، وين صارها؟ نعم. كل الدول تسوي انتخابات نفس اليوم يعلون النتائج. يعني صار لها شهر الانتخابات ولحد الان ما عرفت انه الناس النتائج نهائيه. ما صار في عمر، ما صار بالتاريخ. فما دام ايران موجوده نتعب نفسها وننتخب ونطلع. ودول الطبعة راح يقودونهم، بس ما بحد ثاني، ما بحد ثاني يا عمر. وتحية للجميع ولكم. شكرا عيني محمد من هولندا كان معنا. أبو أحمد من الرمادي عاود الاتصال معنا، تفضل أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر شارك أخوي العزيز. حياك الله يا أهلا بيك. بالنسبة احنا دمار البلد، امريكا دمرت البلد بالكامل. نعم. سنة وشيعة وكر وجميع اطراف الشعب العراقي، اول دمرتنا ايران وامريكا، وهي امريكا هي اللي تتحمل المسؤولية، فما حد يصف البلد ونحمل المسؤولية بس لامريكا. لانه اخونا ابو حيدر هو من يسأل ويجاوب، يقول له عندنا جيش عراقي منظم، عندنا شرطة عراقية منظمة، كلها أحزاب وكلها ميليشيات وكل حزب مسوي له فصيل، فالبلد شلون راح يصفى بهذا الجيش وهاي العصابات؟ واحنا ناشي بالأمم المتحدة وناشي بالاتحاد الأوروبي أن يخلصونا من هاي الميليشيات ويرجعونا حكومة وطنية شريفة ويحكمنا كائن من يكون، بس يكون جنسيته عراقي من أم. نعم. نعم ابو احمد. الو اسمعك ابو احمد وياك. هلا بيك اخوي. معنا اتصال وياك. اخر وياك على احمد من بغداد، تفضل احمد. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر عندي ملاحظه حول المياه، اللي المياه اللي ما موجوده بالعراق، ماكو مياه. نعم. اي تفضل. اني اللي ديز العراق واللي ديقطع المي على العراق هو ايران وتركيا. ايران وتركيا هم ديزون العراق بالمياه. فاني اطلب
اطلب من العمائم هاي العمائم الشيعية العفنة تروح لا عليهم لا. ويقولون هم اهل البيت لا تتجاوز فيفتحون الماء نعم بدون تجاوز واذا تتذكر طلع اردوغان مرة قال بالتلفزيون قال لن تبقى تركيا مكتوفة الايدي وسنة يظلمون بالعراق فنطلب من اردوغان ان يفتح المي طالما هو يدافع عن مظلومية اهل السنة فيفتح المي كذلك هماتن على على اهل السنة وهاي العمائم اللي تقول ماكو ولي الا علي هم كذلك هم تروح على الخامنئي وتقول له اهل البيت هاي العمائم العفنة اللي باقوا كل باسم اهل البيت باقوا كل 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 الدنيا نعم فيا استاذ عمر اطلب منك الانصاف ان دائما تتكلم بالوقائع يعني السبب اللي سبب المياه صدام كل الحروب اللي خاضها ما سوى اتفاقيات ويا تركيا وكانت تبني السدود نعم المي بالبصره مو حق مو حكمه وسنه 35 سنه ليش ما سووا مي بالبصره مي حلو مو الله يحب العدل نعم مو صح لو مو صحيح هسه انت مو داعي تحكي احنا بخليك تحكي يا احمد اي بس انا هل دا اتكلم باطل ولا صحيح من اي ناحيه احمد اذا انت تتكلم بالوقائع والاتفاقيات أي. الحكومه اللي جت من عام 2003 ولغايه الان ما وقعت اتفاقيه واحده لا مع الاتراك ولا مع الايرانيين صحيح هذا صحيح دوله ضعيفه والاتراك صحيح. والايرانيين صحيح. الاتراك والايرانيين يقول لك والله احنا بدل ما هذا المي الزايد يروح الى أي. دوله اخرى ما موجوده كدوله كحكومه قويه فاني صحيح. والله استفاد من عنده واني صحيح ولكن تمام خليني اكمل لك انت قلت لي بالواقع خليك منصف ماشي منصف اه بال 2006 ماشي الله يحب العدل بال 2006 الاتراك قالوا للحكومه في العراق قالوا لهم يابا احنا راح نبني 22 سد سووا خزين مائي ترى احنا نعم. مساله كل سد يحتاج لاقل شيء سنه حتى نخزن بماء ولهذا راح ينخفض منسوب المياه في العراق خزنوا مي الجماعة ولا يمهم الإيرانيين لغاية الآن مو تكلمنا على الإنصاف لغاية الآن الحكومة هم نرجع من 2003 ولغاية الآن ما سمعنا في اليوم وزير خارجية أو رئيس حكومة راح على إيران أو في مؤتمر صحفي قال يابا الإيرانيين احنا حصتنا من المياه هلقد بالمية إيه؟ انتوا اليوم خففتوها واصاب العراق جفاف ما سمعنا ولا تصريح حتى تصريح ماكو فهذا احنا نتحمل كاعلاميين احنا احنا نبين الوقائع ونوضح نعم. اللي يصير ولكن استاذ عمر حكومة وتقول احنا حكومة وديمقراطية وزير خارجية واتفاقيات استاذ والى اخره وكل شيء ما مسوين استاذ تفضل. عمر استاذ عمر نعم ابو تفريقه ابو الجزائر يقول الانسان يشوف الحدبه مال القنبوره يشوف قنبوره الاخر يعني الحدبه بس ما يشوف الحدبه مالته البلد عشان ينهض لازم كل الاسباب واحد يوضحها نعم مو الا لعنه الله على كل شيعي منافق الا لعنه الله عليهم على هاي العمائم الا لعنه الله على اكبر منافقين يعني هذول العمائم لعنه الله عليهم في يعني ابو احمد والله راح يعذبهم مرتين ماشي احمد يعني ارجوك بدون تجاوز ارجوك لا 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 وبدون سب الله يسب المنافقين الله بالقران نعم. يقول المنافقين راح يعذبهم مرتين واني اقول لك هذول العمائم اللي سرقوا البلد باسم الدين وباسم اهل البيت الا لعنه الله عليهم يلا انا مو شيعي حتى للانصاف هذا حق البلد ينهض لازم واحد يقول الاسباب كلها اللي نعم. عليه واللي إله احمد من بغداد كان شكرا. معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين نعود إلى موضوع مظاهرات البصرة الشيخ ضرغام صباح المالكي شيخ عشيرة بني مالك اعتبر بأن حادثة إطلاق النار على شاب من بني منصور وأخوته هي رسالة واضحة
من حكام هذا البلد يحذرون فيها أي شخص يرفع صوته للمطالبة بحقه، وأضاف بأن البلاد أمام مرحلة جديدة من القمع والاستبداد وأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه. من جهته رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين علي البدري بأن ما يحدث في البصرة يعد مؤشرا واضحا على اندلاع صراع الدولة مع العشائر، وأكد بأن إصرار العشائر على استلام شخص ارتكب جريمة يمثل سابقة إن تمت فإن الدولة ومؤسساتها ستكون خاضعة لأعراف العشائر. وقال إنه رغم مطالبة الجميع بمحاكمة المتورطين بإطلاق النار على متظاهرين في البصرة إلا أن إقحام العشيرة في هذه المسألة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك والقناة الرافدية. حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. هسه المفروض ازدياد التظاهرات ومساندة بقية المحافظات للمتظاهرين، نعم، كانوا بالبصرة أو بالكوت، ومطلوب من عشائر البصرة الثبات على مطالبهم ولا يرعبوهم بالقوات الأمنية. والمفروض مثل ما شفنا بمصر القوات الأمنية توقف بجانب المتظاهرين، لأن بالتأكيد أفراد القوات الأمنية هم محرومين من أي خدمة ولا يكونون ضد المتظاهرين. وأتمنى والله أتمنى من عشائر البصرة أن لا يلتفتون لا إلى مرجعية ولا إلى سيد إذا حاولوا يقنعوهم بإنهاء هاي التظاهرات. يعني أكو جماعة يجون يتحدثون يقول لك المالكي والمالكي تحسون عنه ويدافع عنه ويمجد به. أقول له والله سبب دمار العراق هو حزب الدعوة وعلى رأسهم المالكي، وهو اللي ضيع المحافظات، وهو اللي ضيع 1,000,000,000,000 دولار، وهو اللي كان السبب الرئيسي باحتلال الموصل من قبل الدواعش. طبعا هذا مو كلامي، هذا كلام حاكم الزامل اللي ترأس لجنة للكشف عن المسؤولية عن ضياع الموصل، وحمل المالكي مسؤولية ضياع الموصل. شنو اللي سوته الحكومة للمالكي؟ حاسبوه، قدموه للقضاء، قالوا له شلون ضيعت محافظة بأكملها، كل شيء ما سووا له طبعا، وهو هسه نائب رئيس جمهورية. المهم يعني فعلا العراق أصبح فوضى أستاذ عمر بوجود هاي المافيات والميليشيات. الشعب كله محروم من أي شيء، واللي سلطوا على رقاب الشعب يتمتعون بكل خيرات البلد. يعني على الشعب هسه أن يساند هاي التظاهرات، وهاي تعتبر الشرارة الأولى والقوية لإسقاط هاي الزمرة اللي ادعت بأن جاية من أجل الشعب، وهي جاية بالتأكيد من أجل ظلم الشعب واضطهاده. يعني نعم. الموصل اللي تحررت صار لها سنة ولحد الآن ما رفعوا حتى الألغام. شنو اللي سووه بالموصل؟ يعني هذا شيء بسيط هسه احنا نقول. نعم. عمي أبو ناصر، البصرة صار لها 15 سنة مي حلو ما وفر لهم، ويجيك واحد يقول لك ليش بزمن صدام حسين ما وفر مي حلو لأهل البصرة؟ طيب هسه أنتم مو استلمتوا الحكم يا حكومة وصار لكم 15 سنة، شنو نعم. اللي سويتوه؟ يعني نعم. هو بس المي، بس الكهرباء، بس الصناعة. زين أنا اليوم من أقارن بين نظام سابق ونظام حالي، حكومة سابقة وحكومة حالية، غير أثبت بأنه أنا نجحت عن الحكومة السابقة؟ غير هي هاي المقارنة؟ لو المقارنة المقارنة أنه أنا أكون أسوأ. أستاذ عمر يعني غير أشوف بأن هاي الحكومة قدمت شيء أكثر مما قدمتها الحكومة السابقة اللي بزمن صدام حسين، حتى أقول بأنه صدام حسين ما قدم وهاي الحكومة جت قدمت، ولكن هسه صارت عندنا مشاكل وهسه ملتهين بدواعش وغير دواعش، لكن هي بالأساس ما قدمت كل شيء يا أستاذ عمر. أكثر من 44,000,000,000 دولار انصرفت على قطاع الكهرباء، والكهرباء تجي نص ساعة أو تجي ساعة وتنقطع 8 ساعات. يعني ما معقول الشعب يبقى ساكت لهالدرجة، هاي ما يصير. يعني ما قدموا شيء هذول الحكومة، والشعب كله يدري والعالم كله يدري ما قدموا شيء غير المخدرات والبطالة واستحواذهم على هم وعوائلهم على كل ما موجود بالعراق. يعني هسه المفروض خل يطلع عبد المهدي الكربلائي ويقول شنو رأيه ورأي المرجعية بمطالب الشعب. لا. هاي أصوات الشرفاء من الشيعة، الإخوان الشيعة اللي دا ترتفع يوم بعد يوم، لأن عرفوا بأن الموجودين هم ضد مصالح الشعب. نفس المطلوب يعني مساندة. عم إذا هم حكومة ناجحة ونجحوا في توفير الخدمات والمياه والكهرباء والأمن والسلم الأهلي، من يقدر يطلع مظاهرة؟ وليش يطلع واحد يتكلم عن حال العراق اليومية من أسوأ إلى أسوأ؟ غير هم
كل سنة وكل شهر. ومع الأسف أنه إحنا يومياً في هذا البرنامج وفي برامج أخرى يعني فقط مواضيع نطرحها فقط مأساوية، مع الأسف يعني. إي والله، بس المأساوية اللي نشوفها إحنا بالعراق، والله العظيم بس الحالات المأساوية هسه نشوفها بالعراق. نعم. الشعب محروم، الشعب مدمر، مدن كاملة، محافظات كاملة مدمرة، وهم مستحوذين على كل خيرات البلد. يعني نعم. هاي لا الله يقبلها ولا قانون أي دولة يقبلها هذا. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو فهد من بغداد. تفضل أبو فهد. أبو فهد تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع أبو فهد. نقرأ رسالة واتساب، يقول أبو عارف من بابل ردا على أبو رحيم الذقار: يبدو أنه يقارن بين النظام السابق والحالي من ناحية الأغراض التي توجد في بيته، ناسيا أو متناسيا عن المهازل التي تجري من ظهور الأوبئة وتردي الصحة إلى أزمة المياه إلى أزمة الكهرباء إلى تردي الوضع الأمني والقتل والخطف وتدمير المدن التي إلى تزوير إرادة الشعب بالانتخابات وحرق الصناديق إلى كمية السراق التي تحكم البلد وجعلت البلد مديونا علما بأنه أغنى بلد بالعالم إلى تصدر العراق لقوائم أسوأ المدن وأسوأ جواز والأكثر فسادا. كل هذا لم يراه أبو رحيم فقط أن في بيته أغراض أكثر مما كانت لديه في النظام السابق. بالمناسبة أحب أسأل أبو رحيم، يقول أبو عارف: إذا كهرباء ماكو، شنو الفايدة من الأغراض اللي موجودة في بيتك؟ معنا اتصال أبو ياسين من بغداد. تفضل أبو ياسين. العفو، عن من الفلوجة مو من بغداد. من الفلوجة، تفضل أبو ياسين من الفلوجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، حياك الله، يا هلا بيك أستاذ عمر. احنا شنو زمن صدام، مو بس مفلنا، كل شيء مفلنا الآن، ما جاي نشوف شيء. يعني تروح للمستشفى حط لك 15-20 ألف دينار وتطلع للصيدلية مال المستشفى دواء ما عندهم، تروح للبطاقة التموينية ماكو بطاقة تموينية، النفط الكهرباء ماكو شيء بالعراق. وزين أريد من الدولة أن يوم إذا أكو دولة يوم من الأيام من تفرح هذا الشعب، تفرح بقرار، تفرح بشيء يفيده. يعني الدولة ضد المواطنين، كل ما يروح شهر أو شهرين وطلعت الدولة وقالت سوت شيء ضد المواطن. وأني من الفلوجة، إحنا مع المتظاهرين، مع أخواننا في البصرة، ضد هذا النظام، ضد هاي الحكومة الفاشلة، ضد هاي الحكومة البائسة. واحنا نحط ايدينا بايدينا اخواننا في البصره، يعني احنا كذلك الحال، احنا هم مثلهم هم مهجرين مدمرين صراحه. نعم. انا اشكرك ابو ياسين من بغداد، كان معنا من الفلوجه. العفو، معنا اتصال ابو ياسين من بغداد. تفضل ابو ياسين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي. تفضل ابو ياسين. نعم. تفضل. حياك الله اخوي. تحيا ودوم، الله يسلمك. نعم. تفضل. وقطع الاتصال مع ابو ياسين من بغداد، كان معنا. اليوم اظهر مقطع مصور تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهجم احد الضباط الحكوميين على المتظاهرين في محافظة البصرة الذين خرجوا للمطالبة بالحصول على وظائف والاحتجاج على انعدام الخدمات الأساسية. خلونا نأخذ هذا المقطع ونرجع لكم. احنا نريدكم ويانا، احنا نريدكم ويانا. هاي واد منتشر النوم ان احنا ضالين حطاله بطاله. احنا مو ضد الجيش، احنا مو ضد الجيش. اخذ الحلقه بحق واحد خربت. نعم، طبعا تصاعد الاحتجاجات كما اشرنا بانه ليس فقط في البصرة، كذلك اليوم الرابع على التوالي تظاهرات في محافظة واسط، التظاهرات السلمية المحتجة على تردي التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الأساسية في المحافظة. خلونا نأخذ هذا المقطع. أهلا
نعم، هذا جانب من مظاهرات محافظة واسط. معنا اتصال أو عاود الاتصال معنا أبو ياسين من بغداد. تفضل أبو ياسين. أبو ياسين تسمعني؟ اليوم نعم. هناك تسمعني أبو ياسين؟ تفضل أيوه. أبو ياسين تفضل. حياك الله أخوي. حياك الله، يا أهلا بك. نعم تفضل. نعم. أبو ياسين، أبو ياسين هناك مشكلة في الصوت مع أبو ياسين من بغداد. نقرأ رسالة واتساب، يقول أخي عمر، العراق خلال فترة حكم العبادي تدهور كبير في كافة المجالات، الفساد استشرى والمدن تدمرت، كما فشل في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء وغيرها. مبروك من الإمارات. أخي مبروك، أنت كاتب لي جريدة كاتب لي، يعني أنا ما أقدر صراحة أقراها كلها، فاكتفيت فقط بهذه القراءة لرسالتك في البداية. كذلك مظاهرة في بني سعد، اقتحم يوم أمس متظاهرون مبنى مجلس ناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء وشح المياه، وقاموا بإحراق إطارات السيارات في الشوارع المؤدية إلى مبنى مجلس الناحية. خلونا نأخذ هذا المقطع. هذا الحجي حجي كذلك محافظة النجف تعاني من تردي الخدمات، وعلى رأسها التيار الكهربائي منقطع لساعات طويلة، وكذلك الخدمات وانتشار النفايات في الشوارع. خلونا نشوف، اليوم هناك مظاهرات كذلك في محافظة النجف. تفضل سعد. سعد معنا اتصال، سعد من ميسان. سعد تفضل. سعد يلا حبيبي، انا وياك. سعد تفضل اسمعك، انت على الهواء. سعد هناك مشكله بالاتصال كذلك مع سعد من ميسان. إذن مظاهرات البصرة مستمرة لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي التيار الكهربائي وكذلك الخدمات والبطالة. كذلك هناك خبر اليوم، احتياج لاستيراد، تصور العراق اليوم هناك خطط لاستيراد المياه من خارج العراق، لأن مجلس ناحية اليوم مجلس ناحية السيبة جنوب البصرة كشف عن وصول نسبة تركيز الملح في المياه إلى 25 ألف جزء في المليون خلال الفترة الماضية، وهي نسبة لا يمكن معها استخدام المياه للشرب أو الاحتياجات الأخرى. وزارة النقل كشفت عن عزم الحكومة شراء المياه. تخيل عزيز المشاهد، اليوم وزارة النقل كشفت عن عزم الحكومة شراء المياه عبر سفن حوضية من دول الجوار لتدارك أزمة المياه في محافظة البصرة. العراق راح يستورد مي من الخارج، وعنده نهرين، دجلة والفرات. نعم، عاود الاتصال معنا سعد من ميسان. تفضل سعد. سعد ألو أسمعك، تفضل سعد. بالنسبة لمظاهرات ميسان. نعم ألو أسمعك، تفضل. بالنسبة لمظاهرات ميسان يوم الجمعة. نعم نعم سعد. ألو. تفضل كمل، انت صوتك واضح، تفضل. ألو سعد. الوحدة. وعليكم السلام.
اي حبيبي. نعم هناك مشكله بالاتصال. انا اعتذر منك سعد، يعني هناك مشكله، انا اسمعك انت ما دعت تسمعني. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، نلقاكم يوم غد ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.